بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم درسنا راح يكون الجزء الأول من المحور الرابع الأخير الخاص بالنسبة لي فصل التكاثر عند الإنسان. راح نتناول تنظيم الحمل والمباعدة بين الأحمال، شو أهميتها وشو دور هذا التنظيم. من خلال الخريطة المفاهيمية راح ناخذ أولا، طبعا هذا المحور الرابع تنظيم الحمل بشكل عام، له ثلاث محاور جانبيه. رح نتناول في المحور في الجزء الاول فقط شو اهميه تنظيم الحمل والمباعده بين الاحمال بالنسبه للام وللجنين، هذه معلومه هامه. ومن ثم رح نتناول وسائل تنظيم النسل بالوسائل الطبيعيه والميكانيكيه والهرمونيه، كيف من الممكن انه احنا بنصل الى هذه الوسائل الثلاثه من اجل ان ننظم النسل ونباعد ما بين الاحمال. ما بيصير ان المراه بتولد بصفه يعني بتولد بشكل مستمر للجنين، ومن ثم يأثر هذا على صحة الجنين وعلى صحة الأم. طبعا رح ناخذ في الوسيلة الطبيعية اللي هي الرضاعة، في الوسيلة الميكانيكية رح ناخذ العازل الذكري والأنثوي بشكل عام، ومن ثم ناخذ في الوسائل الهرمونية أربع أنواع، وهي حبوب منع الحمل، الحقن الخاصة بمنع الحمل، مجموعة كبسولات، واللصقات لمنع الحمل. ننتقل على الدوسية. بسم الله وعلى بركة الله راح نبتدي. أولا، لماذا إحنا يعني ننصح بتباعد الأحمال؟ ننصح إحنا بتباعد الأحمال لأنه لازم نخفف الحمل اللي بيصير على الأم نتيجة لاستنزافها بصورة مستمرة لغذائها ولهرموناتها ولإمكانياتها في النمو، مقابل كذلك الحفاظ على صحة المولود، لأنه يجب أن يكون كل جنين في داخل الرحم يأخذ حقه الكامل بالغذاء، وكذلك في إيش؟ في الرعاية، سواء كانت رعاية صحية بعد الولادة أو النفسية أو الاجتماعية. ولهذا دائما نحن نقول إيش؟ إنه المباعدة ما بين الأحمال مشان يتم إيش؟ مشان يتم حماية الأم وحماية الطفل، ومن ثم النمو الطفل بشكل طبيعي داخل الرحم وخارج الرحم. طيب، شو الوسائل بدنا نتبعها إحنا مشان ننظم الأحمال هذه؟ في عندنا ثلاث وسائل. أول شيء بيسموها بالوسائل الطبيعية. شو الوسائل الطبيعية؟ اللي هي الرضاعة. أغلب الأحيان، مش كلها، أغلب الأحيان إن الرضاعة تمنع الحمل. أغلب الأحيان أن الرضاعة الطفل تمنع الحمل، تمام؟ وهذا من أهم الميزات اللي خلقها رب العالمين، لأنها أولا ما بيكون نهائيا أي أعراض جانبية للطفل للأم أولا، ولا بتأثر حتى على صحة الطفل. بالعكس، إنما بكثرة الرضاعة بإمكانه أنه بياخذ أجسام مناعية وبيكون نمو الطفل بشكل طبيعي 100%. إذا عجزنا عن الوسائل الطبيعية ننتقل إلى الوسائل الميكانيكية. يعني إيش؟ يعني ما بستخدم أي هرمون، بستخدم أي إعاقة من الممكن تمنع وجود الحيوان المنوي أو أنه يصل إلى اتجاه البويضة الثانوية. كيف؟ أول إشي عندنا العوازل، العازل الذكري والواقي الأنثوي. ثاني إشي الأهمية لهم هم الاثنين، أنه يمنعان وصول الحيوان المنوي للخلية البيضية الثانوية. أعطيني مثال عليها، اللولب. اللولب هذا عبارة عن شكل تي. هذا شكل التي ينزرع في بداية مين؟ في بداية الرحم. فلما تدخل الكبسولة البلاستولية وتحاول أنها تنزرع داخل الرحم، بتوه داخل هذا اللولب. وهذا اللولب صحيح هو مادة مصنوعة أساسا من مادة معدنية، لكن مغلفة بمواد خاملة، وبالتالي من المستحيل إنها أنها تتفاعل داخل الرحم مع أي شيء موجود في داخل الرحم. طيب، لو عجزنا عن استخدام الوسائل الميكانيكية، هل في وسائل هرمونية؟ نعم. اولا لازم افهم شو معنى كلمه الوسائل الهرمونيه. اولا انه لها كثير من الاشكال والتراكيب، يعني بعضها حقن، بعضها لصقات، بعضها بيكون على شكل ابر. ثانيا انها تمنع الحمل عن طريق منع الاباضه، يعني يمنع تكوين حويصله اجراف، لاحظ. ثالثا يتم منع الاباضه من خلال ايش؟ تثبيت افراز هرمونات المنشطه لحوصلات المبيض، تمام. رابعا يتعذر بالخطوة السابقة نضج أي خلية بيضية ثانوية جديدة، يعني البيضة الثانوية اللي أنتجت في المبيض لما يبقى يستقر في طور الجسم الأصفر، بعد ما بيسمح نهائيا أن الجسم الأصفر أنه يضمحل. طيب، تعمل هذه الوسائل على إيش مثلا؟ على زيادة لزوجة المادة المخاطية في عنق الرحم، بالتالي يمنع دخول الحيوان المنوي باتجاه البويضة الثانوية. أعطيني أمثلة، مثال الحبوب مثلا اللي هي حبوب منع الحمل. هذه حبوب منع الحمل إذا أخذت بشكل منتظم وبأوقات منتظمة يمنع الحمل، بينما هي تكون أساسا في نوعين. نوع بيسموها المركبة اللي نحاول على أستروجين بروجسترون، طبعا البروجسترون هو اللي يكون عالي جدا، ويقابلها الحبوب الحمل المصغرة اللي تحتوي فقط على البروجسترون وبتركيب عالي جدا، تمام. طيب،
النوع الآخر بيسموه باسم الحقن، والحقن هذه تستمر فعالية لمدة 3 شهور وتحتوي فقط على البروجسترون وما بيعطى إلا بإشراف الطبيب. النوع الثالث بيسمى باسم الكبسولات المزروعة تحت الجلد، ما بأخذها كحبوب، لا أنا بزرعها تحت الجلد وتستمر تحت الجلد لمدة 5 سنوات، وكلها معتمدة على البروجسترون فقط. النوع الأخير تسمى باسم اللصقات، هذه اللصقات شو دورها؟ هاي اللصقة تنوضع في منطقة تقريبا الرسخ أو الكتف، أو قريبة حتى من منطقة الكتف عند الإناث، محتوي على بروجسترون الأستروجين. اللصقة تقريبا 7 أيام، كل ما تزيد كمية البروجسترون مع الأستروجين كل ما بيكون إيش طور الجسم الأصفر مستقر ويمنع تكوين حويصلة جديدة. إذا هذه الـ4 مراحل اللي إحنا تحدثنا عليها قبل قليل، تمام، هي اللي بتمثل، أو 4 أشكال هي اللي بتمثل إيش، اللي بتمثل الوسائل الهرمونية في عملية السيطرة على الحمل بشكل عام وتنظيم الأحمال. وفي نفس الوقت تحدثنا عن الوسائل الميكانيكية وتحدثنا عن الوسائل الطبيعية وأهمية التنظيم ومباعدة الأحمال. إذا تحاولنا إحنا في الجزء الأول في تنظيم الحمل أهمية الأحمال وتنظيمها، يعني نباعد ما بين كل خلفة وخلفة، واستخدمنا الوسائل الطبيعية أو الميكانيكية أو الهرمونية. إلى هنا انتهى الجزء الأول من المحور الرابع وتنظيم الأحمال. سنتناول في الجزء الثاني من المحور الرابع وهو الجزء الأخير ومن هذا الفصل اللي هو تقنيات عمليات الإخصاب والحمل، يعني لما بيصير في مشاكل في عملية تكوين الجنين، تمام، الجنين ما بيتكون أو بيصير في حالات عقم، كيف ممكن أن نعالجها؟ راح نتناولها إن شاء الله في الفيديو اللاحق. كان معكم المعلم ياسر أحمد العلي، أي سؤال أو أي استفسار راسل صفحة الأحياء ياسر أحمد العلي أو عبر هذا الرقم باستخدام الواتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.